تصرف همجي لأخلاقي من قبل الجماهير الرياضية الليبية خلال مباراة المنتخب الليبي لنظيره التونسي، شنو تعليقك على هذه الحادثة؟ احنا الكرة بصراحة قبل كرة وتونس وليبيا والجزائر مش أول مرة يكبروا مع بعضهم ويلعبوا بروح رياضية وبأخلاق وبتربية وباحترام. المرة دي ما فما حاجات غريبة شوي. شنو أسبابها؟ أسبابها معناها ثم حاجات تنجم تكون أنت مش أخلقوا الفتنة بين ليبيا وتونس، لأن يعني بتكون يأخذوا برشا مشاكل في جرتها، فهمني؟ كيما السياسة وكيما برشا حاجات، كيما الغلاء المعيشة زادة، كيما احنا تو شعب تونسي فيه برشا حاجات، ثم ناس مساكن ما يدروش، يجي مثلا يجوا يدخلوا في موضوع ومش داري حتى لا شيء، ينجم يعمل بلبلة بين الدول، لا أكثر ولا أقل. أختي ولا يا ساعة سلامة أختي مرحبا. والله الموضوع نتاع ليبيا انا عملوه مع تونس جوارات التوانسة مش معقول، والله ما اختي جا احنا الليبية وتوانسة خوت، معنا فهمتي من قديم الزمان معنا الليبية وتوانسة خوت، مكثريتهم هم الليبية يعيشوا في تونس لنا في ايامات الثورة، معنا التوانسة هم الاول انسان اللي وقفوا معاهم. احنا عندنا غادي في الجنوب برشا ليبية في ايامات الثورة سيبنا لهم ديارهم، فهمتي ديار كاريينها عطينا للليبي باش يسكنوا فيهم، يجيوا معناه يعملوا فازة زي هذه للجوارات، معناه يضربوا الجوارات دبابز، معناه يعملوا يضربوا في دبابز الجوارات، مش معقول اختي هذا اللي يعملوا فيه اخوتنا الليبي. باش تفسروا التصرف هذا؟ التصرف هذا اختي همجيه، سامحني في الكلمه، همجيه الليبيه همجيه باش يوصلوا جوارات المنتخب اللي هي تونس، معناه معروفه في الكوره، معناه من اقدم الليكيبات المعروفه في تونس، تونس هذا كاس افريقيا، هذا برشا كاس افريقيا معروفه في تونس. انت اختي الليبيه وقت اللي صارت لهم الفاز الثوره نتاعهم يكوروا في تونس، تعطيهم الدوله التونسيه تعطيهم في استاد رادس يكوروا فيه، فهمتي اختي يكوروا في تونس، فهمتي اختي الغاليه، العمله اللي عملوها اللي يضربوا في دبابس في جوارات تونس مش معقول ومش محترمين جمله، وفي معينه ما نحكوش على الليبيه كل، في معينه اللي هم ذا جوير حنبع المجبري، حنبع المجبري يسبوا له فمه وكذا، هو انسان ما يفهمش بالعربي فهمتي، هو عايش في فرنسا الرجل، عايش في فرنسا ويسبوا له فمه ويسبوا في تونس. والله بالطبيعه احنا شفناش ناقصين ديجا معناها فهمت، ديجا نعلموهم الكوره. الطبيعه تونس اقوى جمهور، يعني اقوى جمهور جمهور الكلوب معناها البريمير، دوزيام جمهور اسبيرونس ومن بعد جي لتوال فهمت. في الامور هذه معناها نحكيو على الجمهور، احنا عندنا فلاميات هما عندهم دبابس. ليبيا لا غالب معناها تقول له هذيك بقدر يقول لك ليبيا هذيك ليبيا معناها ما نعمل ديجا ليبيا ماش تاع كوره معناها نتاع بترول نتاع امور فلوس كاو الكوره ليها ما ليها ما ليها ليها جمهور الكلوب والكلوب وتونس وكاو يعني ليبيا وتونس هما واحد فهمتني اكبر شجم موجودين جوارات يلعبوا لهنا موجودين معناها ينجموا يكونوا فما عباد تخلق في الفتنه ما بين زوز دول شقيقه. ايش نكلمك هو تعصب فهمتني، إيش نكلمك احنا سكان البحر الابيض المتوسط فهمني نرفو برشا فهمني يعني نتغشوا لفلف فهمت بون مستويات انا ديما نقول مستويات فهمني يعني يعني مستوى الحديث فهمني قد يكون مش كما في العشرين كما في الثلاثين كما في الاربعين، يعني كل ما يتجاوز يعني كل ما تحكي مع واحد في عمر متقدم كل ما يكون رصين ويعرف ايش يخرج منه ويعرف ايش تلفظ من كلامه فهمني، فمش اللي يجي يعني طيش شبابي انا راه طيش شبابي راه تعصب فهمتني بون يمشي بمشاعره اكثر الشباب فهمتني ما يمشيش بعقله ما يحكمش عقله هذه هي. وليد انتم شاهدتوا المباراه ولا؟ ايه احكي لي شنو صار؟ همجية في استاد همجية يضربوا فينا بالدبابز غادي حسيلو كان جاو هنا في رادس فرحنا بيهم نحن ما عملنا لهم شيء يضربوا فينا بالدبابز شعلوا الفلام وحسيلو فرحوا بينا بحكاية أخرى معنا عملوا عكس اللي احنا عملناه معنا احنا فرحنا بيهم وقدرناهم وهم عملوا العكس غاديك في بلادهم يعني نجم يكونوا هذوما عبيد معينين جوست يحبوا يعملوا فتنة ما بين تونس وليبيا نجم تكون تنجم تكون يحبوا يعملوا فتنه ما بين زوز بلدان والا كما نجموا يكونوا زاد فرق صغار معناها من قوم يعملوا هكاك بون هذا اللي صار يصير في يعني في استادات العالم الكل صار وهذا ما نحكموش على الشعب كامل يعني بمينوريتي يعني فهمت كما توانسه عندنا زاد توانسه ينجموا يسبوا الاشقاء في وسط الماتش حتى هذه حاجه هذيك في الكوره حاجه عاديه في المونتاليتي العربيه حاجه عاديه فهمت ما نقيسوش مثلا نقولوا الشعب الليبي الكل هكاك ولا سب تونس الكل وندخلوها في امور سياسيه ولا لا لا هاك شوف ازمه دبلوماسيه تولي ازمه لا لا خليها حد الكوره حدك استاد هذاك تصير بالجماهير تصير يعني مش كلهم فينا هم يسبوا فينا ولا احنا نسبوهم كلهم فيهم
معناتها هاك تشوف هاديك تشوف تو لافيو تلقاها جزيريه وليبيه ولعبت كل تضحك وتلعب. دونك ما ندخلوهاش يعني في امور سياسه وامور الشعوب كلهم اخوات ما فما حتى اشكال بيناتهم. هذيك الكوره الخو يسب خوه ومن بعد هيك يروحوا مع بعضهم ويضحكوا يلعبوا في الماتش وفي الماتش. دونك اللي عنده خلفيات اخرى واللي يحب يعبر على حاجه اخرى في الاستاد اللي يحب يعبر يعني على خلفيات اخرى في الاستاد هذيك امور هذيك حاجه اخرى. ما دخلوش سياسة في الستاد وفي الكورة وفي الرياضة اون جينيرال يعني فهمت. هذوما أشخاص يخلقوا في الفتنة بين زوج دول شقيق. ما ينجموش يخلقوها الفتنة بين زوج ما ينجموش يخلقوها. مت غاديكا يعني يتسبوا كل شيء كاو حد توريتش واحد ليبي مثلا يسب فينا ولا حاجة لا ولا احنا ما نسبوش في ليبيا ما يسبوا فيهم. وفات غادي فيك 90 دقيقة هذيك كاو حد الكورة فهمت. هما جماعتهم باش تروح ما تروحش عندكم بدافريك كالعادة. فهمتني؟ دونك هذاك علاش ما حسوش روحهم ما تصلحوش في الكوره ويجيبوا حكايه فارغه ويعملوا فيهم في الستاد. انا ريت بعض اللقطات لما حليت بعض اللقطات لا فيها شويه دخل فما شويه سياسه فما تحس فهمتني؟ هذاك اللي عنده اجندات اخرى خليه يخدمها وحده، ما رياضه تقعد رياضه، سياسه تقعد سياسه، والشعوب كلها اخوات، ما نشعلوش منا ومنا. تولي توصل حتى تولي حروب بالبلدان راه، احنا مش منا هذاك احنا شعب عاقل، شعب مثقف، شعب واعي، نورمال قبلنا الاختلاف ونقبلوا الهمجيه هذه لكن مش نقبلوها برد فعل الهمجيه، يعني نحاولوا نكونوا ارزن وما فما حتى شيء والشعوب كل اخوات، الجزيريه اخواتنا، الليبيه اخواتنا كل اخوات، شعوب عربيه، المسلمه كل اخوات، اوكي. باهي بالنسبه للفيديو شفناه الناس الكل وشفنا كونوا فما دبابز ضربوا بهم ليبيا الجماهير حاضره والا اللي يلعبوا كل شيء معناها بيصير. على كل حال احنا في الصيد نتاعنا نشوفوا في تصرفات مماثله دونك احنا مش نعطيو دروس ليبيا كيفاش يتصرفوا مع الجماهير برتك مو احنا كنشوفوا الكلام الزايد والعنصريه اللي نقولوها احنا ضد السواحليه وضد الصفاقسيه وجهويات وكذا وانت جاي مغادي كينا ولا درشني ما فما نسمعوا في حاجات راهو في الاستاد ونسمعوا حاجات من جماهير نوادي كبيره في تونس راهي حاجه من وراء العقل. دونك احنا ما نمشوش نعطيو دروس الليبيه واحنا ديجا ما شفناش رواحنا احنا شنو قاعدين نعملوا في الاستاد. هذه الحاجه الاولى. اما الغريب في الامر انه بيننا وبين الليبيه ولا بين الجزيريه في العاده كتصير مباريات هذه بغض النظر عن الريزلتا ما تصيرش حوادث كبيره معناها. باركونتر شفناه احنا من ليبيا ما فهمتش اول حاجه الساعه ثابت انه حكيت دبابز هذا اللي ضربوه. بيان سور هذا معناها لازم ندينوهم على الشيء هذا خاطر في كل حالات راه شكون ما يعمل في العنف راه ما لازم احنا ندينوه فهمت. دوك حكيت دبابز هذه اللي صارت هذه ندينوها. بالنسبه للشعار اللي عملوه الاخوه الليبيين بلي انتم صرفتوا الليبيين معناها انتم كسبيتونا على الاقل ترجمونا شنو قلتوا خاطر احنا شفنا الفيديو 200 الف مره وتقريبا تبعت حتى لي كومنتير الناس كل ما فهمتش شنو الشعار معناها انتم كسبيتونا شنو قلتوا فوالا هذا هو. واحنا ما نعطيو دروس للعباد خاطر احنا ديجا عندنا الجماهير نتاعنا. على كل حال صورتنا في العالم تمسخ جرت تصريحات الاخيره هذيك تاع العنصريه كل شيء دوك نتفاهم المواقف على بعض الاخوه مثلا من هنا ومن غادي كل شيء دونك. وفي نفس الوقت زاد عن طوكو تونس زاد ما تعجبنيش زاد وانا مهم الجماهير نتاعنا والا ليكيب ناسيونال نتاعنا تمشي لبلاد اجنبيه ويتم معناها تعنيفها وبالطريقه هذيك هذا امر مرفوض معناها فوالا هذا هو.